بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج لقضاء الحاجة، وهي من المجربات لقضاء جميع الحوائج المتعسرة: شفاء مرضى، تسهيل أمور، تفريج هموم، زواج، وظيفة، ذرية صالحة، للضائع، لكل حاجة بإذن الله. كما يقول السيد إبراهيم الزنجاني: هو أن تقرأ سورة الضحى 40 مرة بصورة مستمرة دون أن يقاطعك أحد بكلام، ولا تتكلم أنت مع أحد، وأنت متوجه نحو القبلة على طهارة، متوضئ، سواء كان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وأمثالها. بأي نية تريد انوي واقرأ: بنية الزواج، بنية الوظيفة، بنية الشفاء، بنية تسهيل أمور، بنية شراء، بيع، يعني ذرية صالحة، إلى غير ذلك. فهذا مجرب. وعند قراءة قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، عليك باستحضار في ذهنك ما تتمنى. عندما تصل إلى هذه العبارة استحضر في ذهنك ما تتمنى، وإن شاء الله لا تنتهي 40 يعني مرة من قراءة سورة الضحى، وسوف ترى الخير بوجهك في قضاء حاجتك. فثق بالله وتوكل على الله. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.